الرسول عليه الصلاة والسلام من الجهة الغربية وهذه الساحات. هناك في المكان في المبنى هذاك في سقيفة بني ساعد اللي بايعوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مهاجرينهم وانصارهم اللي بايعوا فيه الخليفة الصديق رضي الله عنه وارضاه. خلف هذا المبنى الصغير الأبيض تطوير حديقة سقيفة بني ساعدة، وهذا المسجد النبوي الشريف. الله يوفقنا وإياكم لكل خير ويعطينا ويعطيكم حتى يرضينا. الله يبارك لنا ويبارك لكم ويجعل أيامكم كلها سعادة وسرور وشفاء وراحة يا رب. وفقكم يا رب، وفق الأسرى وفق المساجين يا رب، وردهم لأهاليهم وبيوتهم سالمين غانمين يا رب العالمين. هذا مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من الجهة الغربية. الله يشفيكم يا رب، الله يشفي أجسادكم وأرواحكم جميعا يا رب. الدعاء للجميع يا أخواني يا أخوات، ما في تخصيص لأحد معين، كل الموجودين يحتاج دعاء. الله يوفقنا وإياكم لكل خير ويعطينا ويعطيكم حتى يعطينا ويبارك لنا ويبارك لكم جميعا يا رب. هذا مسجد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الآن في الجهة الغربية ورايحين نتوجه للجهة الشمالية، وأريكم مناظر جدا جميلة هناك. وهذه المظلات فتحت الحمد لله، تغطي الناس من أشعة الشمس. هذا مسجده عليه أفضل الصلاة والسلام. عندنا المدينة جنة الدنيا، إذا قالوا دخلتوا جنة نقول لهم نعم المدينة، بعدين إن شاء الله الله يبلغنا وإياكم جنة الآخرة. الله يبارك لنا يا رب، الله يبارك لنا، الله يبارك لنا ويبارك لكم ويكتب لكم زيارة عاجل غير عاجل يا رب. هذه المظلات، نحن الآن في الجهة الغربية الشمالية. ترى المنظر عن طريق اللايف والجوال غير على أرض الواقع والحقيقة. صراحة إذا شفتوا المنظر هذا في الحقيقة والواقع أكيد تدمع عينكم على طول. راح تدمع عينكم. الله يكتب لكم زيارة عاجل غير عاجل ويبارك لكم يا رب، ويرزقكم زيارة وحج وعمرة في أقرب وقت يا رب العالمين. عليكم السلام. وعليكم السلام. ما ينفع تفرجوا عليها بلايف، لازم بإذن الله تعالى إنكم تزوروها بنفسكم. عليكم السلام. تزوروها بنفسكم وتشوفوا جمال الأماكن هذه، يعني عيانا بيان حقيقة مباشرة بإذن الله تعالى.